يستدل البعض بحديث رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم، قال أجدني كارها، قال أسلم وإن كنت كارها، على أن المحبة ليست من شروط كلمة التوحيد، وأنه يصح إسلام من يكره الإسلام، فكيف الرد على هذه الشبهة؟ نعم، هذه ما هي بشبهة. الواقع قد يكون الإنسان كارها في أول الأمر، ثم يتمكن الإيمان من قلبه فيصبح الإسلام أحب إليه من كل شيء. الكراهية هذه في البداية، ثم إذا ذاق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان زالت هذه الكراهية من قلبه. ولهذا يقول بعض الصحابة: كان محمد أبغض الناس إلي، فما زال يعطيني ويعطيني ويعطيني حتى صار أحب الناس إلي. وقال بعضهم: إن كان أحدنا ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يمسي إلا والإسلام أحب إليه من كل شيء، من الدنيا وما فيها. نعم.